أهلا بكم مجددا، نهب معكم الآن لمناقشة تداعيات لقاء محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في منزل الأخير قرب مدينة تل أبيب. وبحسب بيان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي فإن الاجتماع استمر قرابة ساعتين ونصف الساعة. أبلغ خلاله جانتس محمود عباس نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكدا على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف وفق وصف البيان. تناول اللقاء أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع بيني جانتس اتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس في منزله. وبحسب القناة التاسعة الإسرائيلية فإن جانتس قرر تقديم حزمة امتيازات، منها تقديم 100 مليون شيكل مدفوعات ضريبية وتحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة مقابل 3500 فلسطيني من قطاع غزة بدعوى إنسانية، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر خدمة سكايب الباحث في العلاقات الدولية طه عودة أغلو. أستاذ طه، مساء الخير. بداية، ما ملخص الزيارة التي أجراها محمود عباس إلى منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس؟ ماذا حصل عباس من الزيارة؟ تحياتي لك في البداية والسادة المشاهدين. بدون شك يعني هذا اللقاء كما تعلم هو اللقاء الثاني الذي جرى ما بين الرجلين. الأول كان في رام الله في أغسطس الماضي، ولكن هذا اللقاء يختلف تماما، خاصة أنه جاء في منزل الأخير، أقصد وزير الدفاع الإسرائيلي، بمعنى أن له دلالات عديدة، أي قرارات حكومية رسمية لن تكون لها أي معنى على الإطلاق. كما تابعنا وكما ذكرت في التقرير كانت هي مواضيع اقتصادية بالدرجة الأولى. هناك لاحظنا بعد اللقاء تناقض في التصريحات أو تباين في التصريحات، إن كانت من قبل الفلسطينيين وأقصد السلطة الفلسطينية وأيضا من قبل الإسرائيليين، عندما يتحدث المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ يقول بأن هذا الاجتماع هو كان لخلق أفق سياسي، لاحظنا هناك بيان صدر من مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن اللقاء هو تحدث أو ناقش قضايا أمنية وقضايا الإرهاب. قضايا الإرهاب هذا عنوان عريض بالدرجة الأولى كما تعلم، خاصة أن هناك في الفترة الأخيرة حتى أن الرئيس محمود عباس تأكد خلال هذا اللقاء هو ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية، وأيضا هناك حالة من الاستنكار في الداخل الفلسطيني كان في الضفة الغربية في جنين أو حتى في الأقصى مدينة القدس، موضوع المستوطنين واقتحامهم للأقصى المتواصل يوميا. نعم، لكن ما مقابل كل هذه التسهيلات التي قدمت لعباس؟ بمعنى آخر، ما الثمن الذي ستحصل عليه تل أبيب مقابل هذه التسهيلات؟ يعني أنا أتصور أعتقد أن هذا اللقاء الذي عقد على عجالة وبترتيب سريع للغاية له دلالات عديدة، خاصة نحن نتحدث خلال الفترة الأخيرة الماضية بأن هناك لقاءات كانت تعقد في القاهرة ما بين المخابرات المصرية وبين حركة حماس يتعلق بصفقة الأسرى ووصولها إلى مرحلة متقدمة في الساعات الأخيرة قبل اللقاء. وحسب التسريبات التي صدرت من وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن حسين الشيخ الذي كان موجودا في القاهرة هو توجه بطائرة خاصة إلى رام الله وتوجه وذهب مع محمود عباس إلى هذا اللقاء. اللقاء نعم يعني هو يتحدث بشكل كبير عن مواضيع اقتصادية والمسؤول الفلسطيني عن مواضيع سياسية، ولكن يبدو أن العامل الأمني والتنسيق الأمني كما تم التأكيد هو إعادة أو إحياء موضوع التنسيق الأمني ما بين الطرفين هو لاقى استنكارا كبيرا. يعني أعتقد هذا اللقاء ما معنى التنسيق الأمني؟ ما الذي يشمله هذا التنسيق الأمني بين الطرفين؟ ما الذي يعنيه بالضبط؟ يعني التنسيق الأمني يعني بالتالي هو حلقة الوصل ما بين السلطة الفلسطينية من جهة
وإسرائيل من جهة أخرى، وهذا ما تريده يعني الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي دائما أن تكون يعني السلطة الفلسطينية هي مرتبطة في هذا يعني النقطة، في هذه النقطة بالذات، خاصة مع تصاعد هناك المقاومة في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، وخاصة منذ تقريبا عام نلاحظ أن هناك بوادر لانتفاضة ثالثة في الأقصى بسبب يعني الاقتحامات المتواصلة ومستمرة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى. على ذكر المستوطنين، هل برأيك سيكون للقاء أي أثار إيجابية ولو بنسبة قليلة على ممارسات المستوطنين لا سيما في الضفة الغربية؟ يعني أنا تصوري أعتقد يعني حاليا تحدثنا عن اللقاء إن كان للمستوطنين أو فيما يتعلق بعملية السلام، أعتقد هذا من الصعب جدا إذا تحدثنا عن أن هذه الحكومة الحالية حكومة إسرائيلية هي خليط من يعني أحزاب مختلفة وهي يمينية متطرفة، وأعتقد هي بعيدة كل البعد عن أي حل سياسي في المرحلة القريبة جدا. أختم معك بالحديث عن آثار هذا اللقاء على الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وكيف سيلقي بظلاله على أي تفاهمات مستقبلية متوقعة بين الأطراف الفلسطينية؟ يعني أتصور أعتقد ردود الفعل كانت واضحة جدا من كافة الفصائل الفلسطينية وحتى الشارع الفلسطيني، خاصة تحدثنا عن أن هذا الوزير الذي يقوم محمود عباس رئيس فلسطيني بزيارته في منزله، هي رسالة واضحة بأن دفن كافة المواثيق وكافة المواثيق الوطنية على فنجان قهوة مع هذا الرجل الذي شارك في حروب دمرت قطاع غزة خلال السنوات الماضية عندما كان وزيرا للدفاع. شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية طه عودة أغلو، كنت معنا من اسطنبول. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام سوريا اليوم، للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سوريا.tv. لكم من يوم فريق العمل الأطيب، تحية، إلى اللقاء.